بطبيعة من غير تشنج. لا 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 والله لأنه مباراة دخلت التاريخ وإحنا هنا دورنا إنه نحكموا العقل في قراءة مباراة ديربي العاصمة. ننسوش مباراة أو تنسيون معناها كرويين ديما نحكي خطر وهذا اللي نحبوه لأنه هذه من نخبة مباريات كرة قدم التونسية. ولا شوف عبدو كما قلت لك قبيلة قلت لك نفس الأكسيون اللي صارت راهي عملناها المعناها في مباراة النادي الصفاقسي والنادي الإفريقي وتزفرت بيلانتي للنادي الإفريقي اللي عملها بن صالح نتاع السي اس اس نفس الأكت اللي عملوا. شنو هو الأكت اللي زفرت به ضربة جزاء اليوم هي أنه هنا كنا نسمعوا توا في مسؤول نتاع النادي الإفريقي يقول لك معناها ضربها بكتفه يعني راهو في قانون كرة القدم راهو الكتف راهو في بارتي ملبرا راهو في بارتي ملبرا يعني وقت اللي الملاعبي مال وتكا وهبط ومس الكرة بكتفه ومشالها ويده محلولة ومشى ومس الكرة بكتفه راهو الكتف يعتبر راهو ضرب جزاء. نعود لك ميساج بالدارجة متاعنا راهو مريول خلعة كي تلبس مريول خلعة يعني ياك الكتف هذاك به بالنسبه لي سيتي كاتيجوريك فقط يا عادل لانه احنا مع الراي والراي المخالف راهو نحبوا ديما ناخذوا الامور بهدوء نقاش فقط وديما ناكدوا راهو مباراه والكلام هذا ما يغير حتى شيء لانه مباراه دخلت التاريخ وانتهى. مثلا في الراي الاخر انه رئيس الاتحاد الاسيوي ورئيس الاتحاد الخارجي للتحكيم على قنوات الكاس يقولوا انه ضربه جزاء ماهيش موجوده اللي كنت تحكي عليها نتاع الترجي لمس اوبوكو للكره لا ينجر عنه على ضربه جزاء. شكون رئيس الاتحاد الاسيوي ورئيس الاتحاد الخليجي للتحكيم معناها هما يعرفوا معناها خير منا ويلزم معناها كلامهم معناها يلزم كلامهم معناها يلزم يكون كاتيجوريك. يا عادل يا عادل مش انا معي ضد لا 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 شوف احنا دي تكنيسيان عبدو شوف عادل ميساج نسمعك عبدو ميساج حتى هما دي تكنيسيان احنا رانا نعطيو في الراي والراي راهو نحبك هيدا لانه الحكايه ماهيش تغير في نتيجه اللقاء فقط انت باش تبرر توا شنو هو علاش احتساب ضربه الجزاء لانه حكايه الماريو الخلعه ولانه اليد مرفوعه وانه كذا المبررات وقال ولا يعني ماكش في موقع دفاع عن نفسك باش تدافع على رايك يعني هذا رايي معناها باش ما تشنجش يعني انا كي نشوف هشام قيرات جمال بركات جلول عزوز معناها لي تكنيسيان اللي موجودين الكل ويزيتي معناها كاتيجوريك الناس الكل وتقالت معناها في الاذاعات الاخرى اعطيني رايك انت يعني لا رايي انا قلت لك رايي ضربه جزاء انت في الاذاعه الاولى في تونس انا نبدا بيان سور هما الاربيتريات نتاعنا نحكي على لي زاربيتر مش وين موجودين انا عندي ثقه انك موجود هناك حكم دولي سابق واختيارنا ليك معناها انك باش تحكي على لقطة المباراه دونك خليك في الاذاعه الاولى في تونس انا عادل زهمول قلت اللي هي ضربه جزاء ما فيهاش كلام بالنسبه لي انا كان جيت في بلاصه محمد شعبان لكن عبدو شوف احنا ماك تعرف